قول المصنف رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وذلك بتذكير كلمة يعبد. جاء في نسخة أخرى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، بدل يعبد تعبد. فأما ما ذكر هنا فلا إشكال، وذلك أن كلمة البعض مذكر وكلمة يعبد مذكر، لكن كيف يتوافق في هذا كلمة بعض المذكرة مع كلمة تعبد وهي مؤنثة؟ هذه يقول عنها النحويون، يقولون: ربما يكتسب المضاف التأنيث من المضاف إليه شريطة أن يستغنى بحذف المضاف وجعل المضاف إليه في محله. لو قلت: قطعت بعض أصابعه، بعض هنا مذكر أم مؤنث؟ مذكر، ومع ذلك الفعل أنثى، لأن كلمة بعض مضافة إلى ماذا؟ إلى أصابعه، والأصابع مؤنثة، فاكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث، قطعت بعض أصابعه، فيصح أن تقول قطعت أصابعه، الأصل قطعت أصابعه، فلما قيل قطعت بعض أصابعه اكتسب المضاف من المضاف إليه التأنيث. وهذا هو التوجيه لكلمة تعبد على النسخة الأخرى. أما على نسخة يعبد فلا إشكال في ذلك، لأن بعض مذكر ويعبد مذكر.